تعالوا بقى نروح للجنة الطفل بالنادي الأهلي اللي نظمت كان يوم ترفيهي للأطفال في أهلي مدينة نصر. ده كان تحت إشراف اللجنة العليا للجان. حاجة بتبقى جميلة وحاجة بنبقى حريصين عليها في 10 الصبح في الأهلي، إن احنا كمان ننقل لحضراتكم كل النشاطات اللي بتقدم للجماهير وبتقدم للأعضاء في النادي الأهلي، طبعا المختلفة من قبل اللجان في النادي الأهلي. خلينا نتابع ونرجع نكمل. احنا برضو بنستكمل اليوم الفاني للولاد، كان الايفنتات دي كنا بنعملها في نص السنه، خلصنا ايفنتات نص السنه وحقيقه احنا عملنا حاجات كويسه فيها قوي، حاجات تربويه ورياضيه وفنيه وابداعيه. فالنهارده كمان جينا مدينه نصر عشان يبقى يوم جميل للولاد، ان هم يقضوا يوم مع العيله، يوم مع الجيم والايروبكس، يقدروا ان هم يطلعوا الطاقه السلبيه بتاعتهم بعد اول اسبوعين من الدراسه، على اساس ان هو خلاص الولاد طبعا بيروحوا الترم الثاني وتبقى نفسيتهم مش مظبوطه، بيبقوا متضايقين، بيبقى عليهم حمل كبير. فقلنا النهارده نختار الميعاد ده على اساس ان احنا نطلع الطاقه السلبيه اللي عندهم ويبداوا المذاكره والدراسه بشكل حلو قوي. كمان اخترنا ان اليوم يبقى من خلال اداره الجيم، هم طبعا هيبقوا اكتر خبره ان هم يقدروا يستوعبوا الاطفال ويستوعبوا اولياء الامور. وهيبقى النهارده اليوم عباره عن اشتراك ولي الامر مع الاطفال ان هم يقدروا يمارسوا الرياضه ويمارسوا اللعب معاهم. استكملنا اليوم بشوع رايس ورجوز وكده على اساس ان يبقى اليوم برده فيه حاجات طفوليه شويه يقدروا يستمتعوا بيها. اول ايفنت بنعمله في لجنه الطفل النهارده شوع رايس وايروبكس وجيم، دعينا النهارده الاسره كامله بقى مش الطفل بس، يمارسوا بقى رياضه ويرجعوا بقى لنشاطهم تاني وينبسطوا. واحنا عملنا الايفنت ده في الجزيره قبل كده وبنكرره النهارده تاني، ويا رب الناس كلها تتبسط معانا. والله هنخليها اليوم تاني يعني علشان ما يبقاش اليوم مزحوم قوي وعشان الوقت قليل، فان شاء الله هنعمل المسابقات دي هتبقى فقرات تانيه لوحدها وايفنتات تانيه لوحدها باذن الله. النهارده عاملين يوم رياضي مع الاشتراك مع اداره الجيم. طبعا الولاد لسه خارجين من الاجازه وبادئين الدراسه، فحبينا ان احنا نخليهم اكتف اكتر ويلعبوا رياضه وايروبكس ويكون في فيتنس على اساس ان يكون عندهم طاقه ايجابيه على الدراسه، وبتغذي العقل الرياضه شويه فيكون اكتف يعني شويه. اليوم النهارده كان حلو قوي قوي، الولاد كانوا اكتف جدا جدا، كانوا مبسوطين جدا باليوم ومبسوطين بالايروبكس وبالدانسينج والحاجات دي. طبعا هو مش اول تعامل مع اداره الجيم وان شاء الله هنكرر الايفنت ده تاني. التفاعل مش كتير قوي ممكن علشان يعني لسه دراسه ويوم ويكند بيبقى اغلب الناس مش موجوده، بس يعني بالنسبه للعدد ان احنا في وقت دراسه فالعدد لا يعني العدد حلو قوي. بالنسبه للاكتف بتاع الاطفال المبسوطين جدا جدا ومبسوطين بالرقص وباللعب وبالرياضه، فبيحسوا ان هم بيطلعوا كل الباور اللي عندهم، يعني لسه في طاقه جواهم فبيطلعوها حلوه قوي قوي. يعني النهارده اليوم بتاعنا ما كانش فيه قيود خالص، احنا كنا فاتحين اليوم من غير تسجيل لعدد معين، احنا كنا فاتحينه للاعضاء كلهم لان النهارده يوم جمعه، فالنادي بيبقى طبعا مليان بناس كتير قوي، فما حبيناش ان احنا نحرم طفل او اب وام ان هم يشاركوا مع طفلهم النهارده. فاليوم كان مفتوح بالتعاون مع اداره الجيم. النهارده كان يوم ايروبكس فتنس، يوم رياضي كامل متكامل. احنا مبسوطين جدا من تفاعل الناس النهارده، واحنا مبسوطين اكتر لان في حاجه دايما مش كتير بنعملها ان الاب والام يشاركوا مع طفلهم، لا احنا النهارده بالعكس كنا فاتحين البيبان لكل الناس النهارده، فالاب والام والطفل والاخت والاخ بيلعبوا مع بعض باريحيه جدا. اداره الجيم طبعا مساعدانا بده بشكل كبير جدا، الكوتشز اللي موجودين على اعلى مستوى، واحنا كلجنه مبسوطين ان احنا بنعمل دوت للنادي. وكمان انا شايفه تفاعل الاعضاء كويس جدا النهارده.